ألف مبروك للوصل هارد لك لنادي العين، الخسارة الثانية على التوالي. نعم. بالنسبة للعين بعد خسارة الشارقة، كيف تقرأ فوز الوصل اليوم؟ والله طبعا بارك للوصل وجماهيره، نقول هارد لك لجماهير العين. طبعا مباراة كانت مثيرة جدا، مباراة تسيطر عليها الشوط الأول وفاز فيها نادي العين، أما الشوط الثاني اختلفت المقاييس كاملة. الوصل سيطر، يمكن الإرهاق أو شيء أو عدم تركيز لنادي العين، الوصل أجاد في الشوط الثاني رغم إصابة ليما وتمنى للسلالة طبعا، لكن الوافد الجديد جيلبرتو أوليفيرا تألق اليوم في أول مباراة كأساسي، سجل هدفين، هذه إضافة كبيرة للهجوم الوصلاوي. طبعا هذه مناسبة كبيرة جدا، تلعب مباراة جماهيرية، فالوصل مبارك للفوز مرة ثانية ويستاهل. نعم. الفوز. أستاذ أحمد، اللي بيشوف الشوط الثاني بيستغرب أنه المدرب يعني ريبيروف يعني لم يفعل شيئا. هو في البداية حقيقة فرط العين، العين جت له فرص وجت له أيضا سيطرة وجت له، كان كذا كان أكثر ثقة من الوصل، لكن في النهاية في مباراة الكؤوس ما تعترف بمثل هذه الأمور. مباريات الكؤوس تلعب على التفاصيل، قد تضيع فرصة ويسجل فيك فرصة، قد تضيع خمس ست فرص ويسجل فيك من نص فرصة، فبالتالي أعتقد أن مباريات الكؤوس لا يمكن ربطها بالدوري ولا يمكن ربطها بتاريخ أي فريق ولا يمكن ربطها أيضا بالنجوم، بالتالي أعتقد أن الوصل حقق الأهم والمهم في وقت حساس ووقت مهم، وربما تكون بالنسبة لنقطة انطلاق لتحقيق اللقب.